انت كزوج مطالب بيه؟ مطالب انك تعلم زوجتك دينها يا ابني، مطالب انك تفهمها وتفقهها في دينها يا ابني. الله يصلح حالك. كان الصحابه بيروحوا لصلاه الجمعه ويرجعوا من صلاه الجمعه كده لبيوتهم، الزوجات يقولوا لهم ايه؟ علمونا مما علمكم رسول الله. قال ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم النهارده؟ والقعده المجلس اللي كان مكان ما بين المغرب والعشاء، قال لكم ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت مطالب بتفقد دين زوجتك والتزام زوجتك، مش سايبها تخلع وتخرج كاسية عارية وهشتاجات تطلع بقى. الزوج الفرفوش مش رزق ونعمة. ايه الزوج الفرفوش يا جماعة؟ احنا عايزين نعرف. يلا احنا قلناه في حلقتنا قبل كده، الزوج الفرفوش قلنا 8 حاجات من صفات الزوج الفرفوش. ايه اللي ايه؟ قال لك لا، ده طلع الهشتاج على واحد بيرقص مع عروسته في الفرح قدام الرجالة، والرجالة شايفينه وبتاع ويرقصوا بيتنطط والعريس بيرقصها، ما شاء الله ما شاء الله، استغفر الله يا رب. هاشتاج هاشتاج يلا الزوج الفرفوش. لا ده مش زوج فرفوش خالص، ده زوج ديوس اللي بيخلي الناس تتفرج على زوجته وهي بتتنطط بجسمها كده. الاخلاق راحت فين؟ ما انا ما اعرفش راحت فين، يعني فين ما اعرفش. تعلم من رسولك يا ابني، تعلم من قدوتك. كان بيعلم زوجاته امر دينهم، واجب عليك. كمان من جمال معاملاته مع زوجاته، بتكتبوا الكلام ده ولا لا؟ اكتبوه علشان خاطر ينوبكم ثواب ينفعكم في حياتكم وفي اخركم. اعلانه بالحب لزوجاته، ما بيكانش بيتكسف، كلنا عارفين القصه بس هنقول حاجه جديده فيها. حتى اللي كان بيسأله ما كانش يستحي، من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. يا فرحه قلبك يا سيده عائشه رضي الله عنك وارضاكي كده، لما وصلها ده النبي عليه الصلاه والسلام بيتسال النهارده زوجك، النهارده سالوه من احب الناس اليك؟ قالك انا. يا هناكي ويا فرحتك كزوجه وانت بيتقالك كده، مين اللي قال احب الناس اليك؟ عائشه. جميل جميل جدا اعلان الحب لشريك حياتك، قول لها يا ابني بحبك والله، لا انتقاص منك ولا من رجولتك ولا من شنبك ولا من لحيتك اقسم بالله ابدا، ده بالعكس ده ارواء لقلب زوجتك اصلا وزياده رصيدك انت اصلا في قلبها. انا بحب، قول. ما هي المراه الا سماع. عايز اقول لك يعني بيقولوا الحب ايه، اسمعوا نتكلم حته في الحب. يقول لك الحب ايه؟ اقوال، صح، قول، ومشاعر طالع. ما هي انت مش بتقول بس وجماد يعني، لا باين عليك برضو عندك مشاعر، ومشاعر تتقال وتتحكى. كمان الحب افعال ومواقف، الحب افعال ومواقف. واجمل حاجه في الحب انك تدعي لشريكك. انا مع بعض في الدنيا وفي الاخره، قاعدين كابسين على قلوبهم في الدنيا وفي الاخره. اقول لك يا خبي هي معايا في الاخره، بس مش هتبقى شبه يعني زوجتك بتاعت الدنيا، تبقى حاجه انت مش مصدق اصلا. انك تدعي لشريك حياتك دي حاجه جامده من الحب على فكره، وشريكك يسمعك انك بتدعي له. والرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا معايا كده، اسمعوا معايا بقلوبكم كده وايه، وقعدوا مبسوطين كده يا نساء. الحلقه دي حلوه قوي للنساء، مفرحه صراحه مبهجه. حديث السيده عائشه رضي الله عنها تقول: لما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفسه، يعني كده رايق كده، يعني باله رايق كده، قلت يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلن. فضحكت عائشة ضحكت حتى سقط رأسها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، عارفة اللي بيقع من كتر الضحك، ضحكت لدرجة أن رأسها وقعت في حجر النبي عليه الصلاة والسلام من الضحك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها بس حاجة بسيطة جدا، أيسرك دعائي؟ أنت مبسوطة من الدعاء اللي أنا أقول؟ فقالت: ومالي لا يسرني دعائك، طبعا مرحانة اللي أنت بتقوله لي ده. قال لها: والله انها لدعائي لامتي في كل صلاه. يعني يا قلبي الله، صلوا عليه يا جماعه، صلوا عليه. نستفيد من الحديث ده ايه؟ دعائك لزوجتك بيفرحها، والله بيفرحها ويسعدها، وبيقول لك فرحت، واحنا كمان بنفرح، بس سمعه لها، سمعها انك بتدعي لها: الله يهديكي، روح الله يهديكي يا رب. لا مش كده، لا كده كانك بتقول لها لا ربنا ياخدك، لا يعني الله يصلح حالك، الله يجعلك افضل امراه في عيني، ربنا يعفيني بيك يا رب، ده انت حسنه الدنيا. الكلام ده حلو، الكلام ده حلو، والنساء تحب تسمع كده، وزوجتك تحب تسمع كده، هتفرح اكتر، هتفرح. وكمان انت كمان دعاء لزوجك هيفرحه جدا، حس ان العالم حاسه بيا، وخليه يسمع. وانت واولادك كده ويقعدوا كده: اللهم اغفر لابي، اللهم ارزق، يا رب سد عني، يا رب كده كريمه، يا رب اشفيه، يا رب عف. يفرح يفرح. وانت بتدعوا امنوا على دعاء بعض يا جماعه، دي من الخلق والسلوك الجميل اللي عايزين فعلا نواظب عليه. والله لو طلعنا من الحلقه بالسلوك ده يبقى حاجه تحفه جدا. طب بس كده استفدنا من الحديث؟ لا، كمان نستفيد منه ايه؟ رساله لامه رسول الله. يا كل زوجه ويا كل امراه، انا عايزاكم